السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي داير؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو تحت طلب المتتبعات، الله يخليهم ليا والله يحفظهم، كنشكرهم بزاف. تحياتي ليهم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن، الله يحفظهم والله يعطيهم كل ما يتمنوا. انا كان دائما كندعم على المتتبعين ديالي، كل المحرومات اللي مرض الله يشافيهم. مؤخرا بنياتي كانت واحد ام ادم كانت مريضه بهذاك الكوره، بلغتني بانها ولات بخير وعلى خير، وكان واحد السيده اخرى حتى هي ولات بخير وعلى خير. قالت يا خالتي بالفضل ديالك ساعدتيني، الحمد لله بفضل الله، كنقولها بفضل الله تعالى. حنا اسباب كل حاجه اللي كنعطيوها لكم بنياتي غير سبب، اما الله هو الشافي هو المعافي هو الرزاق هو الكريم هو الرحيم بعباده. اليوم بنياتي غنعطيكم هذه الوصفه، طلبوها بزاف المتتبعات، واليوم عاد غنعطيها لهم ان شاء الله. كاينه بزاف البنات ولا المتزوجات ولا غير المتزوجات كيجيهم الام ديال من قبل من الدوره، كيكون عندهم واحد الالام كثير يعني كيعاودوا عليه يعني واعر، كيضطروا انهم كيديروا الادويه من الصيدليه باش كيسكتوا داك الالم، يعني كيديروا انتي فلاماتوار باش كيسكتوا. وهذاك الانتي فلاماتوار اللي كيشريوه من الصيدليه راه عنده عواقب كثيره ما خاصش بنادم يديروا، لانها كيهدم الصداع وكيحيد الالم، ولكن عنده عواقب، كيقضي على المعده، كيقضي على الكلاوي، كيقضي على الكبده، كيقضي على بزاف الحاجه اللي عندنا في الجسم ديالنا. احسن انتاجوا لحاجه طبيعيه. اولا خاصكم تعرفوا المشكله منين، الا عرفتي المشكله منين ما غتبقاش تجيك. شحال واحد حنا الحمد لله الحمد لله والشكر لله عمري ما جاتني هذه المشكله، ولا بناتي ولا اي مشكله. بزاف الناس اللي طايرين بيا ما عمرها هذه المشكله ما جاتهم، وكنسمع شي فتيات وشي نساء يعني كيشدوا الفراش، يعني كيوليو طريحه الفراش الوقت اللي كيجيهم هاد الدوره الشهريه، من شهر لشهر عندهم مشكله. يعني اللي خدامه كتبرك من العمل ديالها، واللي كتربي في وليدها كتهمل وليداتها، يعني كتولي عير مع الالم ديال الدوره. هو الالم داك او الالم ديال الدوره كيعاودوا ليا كيقول لك راه فظيع، يعني الام كثير 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 كثير. وهذاك الالام خاصك تعرفوهم منين، ملي غتعرفوهم منين وغتعالجو ما غاديش يبقى عندكم، صدقوني راه غادي تقضيو على هاد الالام نوره وحده بلا ادويه ديال الصيدليه بلا والو. ملي كيجي هذاك الالم كيجي من البرد، البنيات اكثريه البنيات كيلبسو خفيف وكيتعراو وكيجيهم هذاك الالم. يعني ملي كتكون قبل الدوره كتكون جنابها يعني ما لابساش مزيان، كيدخل معها البرد وكتكوني ما حساسه، يعني البرد كيقضي عليها على جدار الرحم. وهي هاد اعزكم الله هاد الدوره كتجي من كيقولوا البطانه المهاجره، يعني ما كتكونش مهاجره، كان كتكون بطانه يعني كتكون هي اللي كتكون جامعه واحد البطانه كتكون داخل الرحم، كتكون جامعه اعزكم الله من الشاشه، كتجمع داك الحيض الى حملت هذيك الحيضه هي اللي كتكون بها الجنين. ما حملش كتنزل، ومني كتبغي تنزل كيتحل فم الوالده، كنقولوا عنق الرحم كيتحل. ملي كيتحل قبل من كتجيها كيطلع معها البرد، كثير لما كانش لابسه مزيان كيطلع معها البرد وكتدوش اثناء يعني اثناء الحيض كتعوم، يعني كتستحمى اثناء الحيض حتى هي خطر، كيطلع معها البرد تاع التدواش، كتغسل راسها كتغسل كلشي. كنوصي لبنياتي ولا خواتاتي ولا اي وحده اللي كتجيها حيض حق الشهر، يعني الدوره ديالتها قبل من تجيها، يعني تحافظ على راسها، يعني تلوي على الجنب ديالها تحت الصغة ديالها، تلوي على واحد الشال يكون سخون، سخن جنابها مزيان، وما تعومش في اثناء الدوره، يعني في اثناء الدوره ما تعومش، تعوم قبل الدوره بشي سيمانه تكون عايمه نقيه باش تجيها الدوره تكون هي نقيه. بعد خطات حتى كتجيها الدوره عاد كتعوم، كنشوفوا البنات حتى فيها الدوره عاد كتعوم، ولا كتمشي لابيسين ولا كتمشي للرياضه كتنقص في الرياضه. الا راه غلط، علاش حنا في ايام ملي كنا نقراو البنات اللي كتكون في اثناء الرياضه اللي كنكونوا كنديروا الرياضه، اللي عندها كتقول لي عندها رجلي كيقولها الاستاذ ما كتلعبيش خصك تلعبي الرياضه، كيقولها بركي ما تلعبيش كتبقى باركه،
كتلقى حاضرين الحوايج اش اللي كنا اللي كنا نقراو، لان اللي كانت غايقلي ما خصهاش تلعب، لان اللي غايقلي ما خصهاش تلعب لا جيميناستيك ما تنقز ما تلعب كره ما تجري ما والو، لان الوالده كتكون حساسه وكتكون محلوله والبرد كيطرشها يعني تعرق البرد كيطلع معاها، وهذاك هو المشاكل اللي كيتلقطوها البنات من الصغر اللي كتقولها دي راه عاقه ما بقاش تولد، راه كتلقطها من الصغر من ايام الصغر ما كتحافظش على راسها وما كتحميش راسها من البرد من ايام الدوره. هاد ايام قبل الدوره، قبل الدوره بثلاث ايام كتولي كتعرفي ايام الدوره كيفاش كاينه اللي كتجيها، قبل الدوره بثلاث ايام تسخن راسها وتسخن وتشرب هاد العشب اللي غنعطيكم تسخن، يعني مثلا كلافندر يعني الخزامه والزعتر راه معروف، وكاين السكنجبير وكاين القرفه، ها هي القرفه راه درتها لكم طحونه، وهذه القرفه يعني يعني عواد يعني خشب يعني قرفه بلديه خشب، وهذه مطحونه هي دراسين عند خوتنا العرب كيقولوا دراسين، وهذه لافندر هي الخزامه، والزعتر البري كيقولوا الزعتر ديال الغابه راه هو هذا الزعتر يعني، والزنجبيل راه هو هذا، ماشي هذو كلهم اعشاب سخونه مسخنه كتسخن لينا هذيك المنطقه. اش ديروا بنياتي لبناتي ولا خواتاتي مني قبل الدوره بيومين ثلاث ايام في العوض تمشي تشري اونتي فلاماتوار باش تحيدي داك الانام ديال هذا، دير هادو يا اما هادشي كنقول شكون غديرهم كاملين، حاجه وحده راه كافيه يعني غير القطاب عندك غير الزعتر راه كافي، صار عندك غير هاد الخزامه ولافندر كافيه، وتصابت عندك هاد القرفه كافيه، وتصابت عندك هاد الزنجبيل كافي، ما ادراك لا خلطيهم يعني كيفاش، يعني ديري معلقه ديال الخز هادي انا غنوري لكم ابنياتي وتابعوا معايا ان شاء الله غنوري لكم كامل داكشي اللي غنوري لكم ابنياتي. مثلا ابنياتي غناخذوا واحد الكاسونه صغيره ولا ابريق صغير غنخويو عليه شويه الماء الغليان، قيمه كاس على الماء يعني، وغنديروا فيه واحد المعلقه ديال الزعتر بحال هكايا، معلقه ديال الزعتر ها هي معلقه ديال الزعتر هكايا، وغادي نمشيو نغليوها نغليوها، منين نغليوها غنرجع لكم ابنياتي، يعني غنغليوها غير تغلى ما نخليوهاش غير تغلى صافي، ونحطوها ونغطيوها بواحد واحد الانيه باش تبقى لينا تعقب عليها، ونخليوها بما هافت وغنصفيوها ان شاء الله. هاد الطريقه كنديروا حتى للخزامه، الخزامه هي كنقدروا نديروا ليها الا بغيتي الخزامه كانت عندك هي اللي عندك، حتى الخزامه كديري هاد نفس الطريقه، هادو كلهم كديري حاجه حاجه من الحاجه يعني، اما الزعتر اما الخزامه، وهادو هما اللي غتزيدي عليهم يعني ملي غتصفيها ان شاء الله في الماء غنصفيها عليكم في الفنجان، غنزيدو عليها شويه سكنجبير وشويه القرفه، يعني تحليها ولا ما تحليهاش، ولا ديرهم مع الحليب، هادو تقدري ديريهم مع الحليب الا كنتي كتحب هذا من محبين الحليب، تقدري ديريها تغلي هاد الزعتر مع الحليب وتصفيه وتزيد عليه شويه سكنجبير وشويه القرفه وتشربيه، يعني تشربيه يوميا قبل من الدوره، قبل ديك يومين ولا ثلاث ايام قبل الدوره تحاولي تسخني راسك بهاد هاد المشروبات واثناء الدوره، وغادي غتردي عليا الخبر، عمر هذاك الوجع ولا هذاك الالم ما غاديش يبقى يجيكم، ما تبقاوش غادي تسخنوا ان شاء الله على الحبوب والادويه ديال الصيدليه، ما غتبقاش ديروها لان الادويه الصيدليه راه عندها واحد العوارض جانبيه، ما خاصش بنادم يديرها بزاف، انا غنصفي لكم تتشوفوا شوفوا المشروب ديالنا اللي غادي نديرو، سمحوا لنا الجيران عندهم اطفال كيضاربوا مع بعضياتهم، ها هويا صفينا هذا الكوب، ها هو الكوب صفيناه، كنزيدوا عليه هذا الكوب كنزيدوا عليه واحد شويه ديال السكنجبير ماشي بزاف بحال هكايا، ها هويا وخليه يطلق، وغنزيدوا عليه واحد شويه ديال القرفه بحال هكايا، راس معلقه ديال القرفه لا غير، ها هي يا ها هي يا، هذا هو المشروب ديالنا اللي هو ساخن وتساعد حتى الدوره ما تبقاش مجموعه عندنا في البطانه،
يعني البطانه ديال اللي كنقولوا حنا بطانه المهاجره راه كتبقى جامعه عزكم الله الدوره ديالنا الدب. شحال من وحده كتبت لي في الكومونتير قالت لي راه عندي بعض الخطط كتنزل مني متعسيره كتنزل مني غير شويه وكتكون سوداء اللون الدوره عندها الدم ديالها اللون يعني لون اسود. هذاك اللون الاسود غنقول لكم بنياتي راه من البرد اللي عندها البرد هي اللي كتخلي هذاك اللون الاسود تيكون فهمتيني هذاك البرد هو اللي كيخلي هذاك اللون الاسود ديال الدم كيكون يعني راها البرد كيكون عندك جامعو لك في الرحم ديالك. كان اختك دائما تسخني المنطقه هذيك المنطقه ديال تسخني يا اما بشال يا اما بشي حاجه سخونه كتسخنها لك ديك البلاصه وتشربي المشروبات الساخنه يعني بحال هاد المشروب اللي قلت لكم تقدروا ديروا فيه معاه تقدروا ديروا معاه السكر اللي بغات تحليه لا باس. الا بغيتوا تحليوه فلا باس ديروا واحد المعلقه يعني ها هي معلقه ديال السكر حبيبات وتحلي داك الفنجان وتشربيه سخون يعني تقدري تشربيه هو مصفي مابقى تخلي غير دوك الحبيبات ديال السكنجبير وديال القرفص نزل شويه وشربيه غادي يسخن لك يوميا غتسخني ولا ديريه مع الحليب اللي بغيتي يوميا شربيه اما شربيه الصباح وشربيه مع العشيه كثير ملي تبغي تنعسي شربي واحد الفنجان ونعسي عليه باش يسخن لك دوك المناطق ديالك باش ما باش من تجيك الدوره كتجيك كتصفاي منها يعني ما كتبقاش عندك الدوره عندك منحصره في الرحم ديالك وتبقى مجموعه لك هي اللي كتجعل كدير الامراض والتكيسات في الرحم وكتولي عندك البطانه المهاجره وتولي عندك مشاكل يعني هذا هما المشاكل اللي كيديروا هاد الدوره اللي كتكون تجيب الالام. هذا هو الفيديو اليوم يا بنياتي اللي سالتوني وبغيتوا واحد الوصفه طبيعيه اليوم. الى اللقاء في فيديو آخر وفي طلب آخر إن شاء الله نستجب لبنياتي ومع السلامة والله يجعل كلشي بنياتي يكونوا في صحة جيدة والمحرومات إن شاء الله تاهما الله يفرحهم ويعمر حجرهم واللي شافي اللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه. وكنتمنى الناس اللي مريضين بداك المرض الله يشافيهم يكون من الله من جهتهم والله يعاونهم ويعطيهم صحة جديدة وتنربي تهزعين هذا البلاء اللي هو اللي يحيدوا عينا السيد ربي هو اللي قادر بينا وقادر على عباده. إلى اللقاء في فيديو آخر مع السلامة إن شاء الله.